16 عام يقف مسؤول الموظفين في إحدى مطاحن الحبوب متخوفا أن يسرح من عمله هو وزملائه بعد التضييق الحاصل على المطاحن الأهلية من قبل وزارة التجارة وتقليص عملها بشكل كبير. 16 سنة أشتغل بهذه المطحنة، وإحنا اعتمادنا على الله ثم على هذه المطحنة أشتغل كل أصحاب عوائل بحدود 50 عامل يشتغل بهذه المطحنة، من سائق إلى عامل إلى حمال، فكل معتمدين على ثم على هاي. إذا توقفت هاي المطاحن هاي كلها وين تروح؟ والحكومة واقفة الدعم علينا. 258 مطحنة أهلية وقعت على إيقاف استلام الحصة الثالثة من الحبوب المجهزة من وزارة التجارة، معلقين عملهم لحين تلبية مطالبهم وإيقاف الخسائر الناتجة من إهمال وزارة التجارة لهم. كنا نمارس عمل أخلاقي ونمارس مسؤولية أخلاقية وطنية أمام بلدنا وشعبنا وناسنا بتوفير هذه المادة الأساسية التي تمثل دعامة الأمن الوطني الغذائي للمواطن العراقي وللبلد، وعانينا ما عانينا في سبيل توفير هذه المادة، لكن وصلنا اليوم إلى حالة أمام عدم استجابة الشركة العامة لتصنيع الحبوب ووزارة التجارة والدوائر التنفيذية والرسمية في الدولة العراقية لمطالب أصحاب المطاحن. المطاحن العراقية ستتوقف في جميع محافظات القطر ابتداء من الشهر الحصة الثالثة. ورغم أهمية المعامل الأهلية التي تمثل 90% من مجموع المطاحن المجهزة لوزارة التجارة، وتوقفها سيكون له ضرر كبير على مفردات الحصة التموينية وبأهم مفرداتها مادة الطحين، مما سيتسبب برفع أسعاره في السوق المحلية، خصوصا وأنه يعتبر الغذاء القومي للشعب. زيادة أجور الطحن من $10 إلى $20، أعطاء 12 حصة بدلا عن 10 و8 حصص، لأنه هذا يمس الأمن الغذائي التي تذهب مادة الطحين إلى شريحة البسيطة في المجتمع. وعلى ما يبدو فإن صفقات الاستيراد لمادة الطحين والاستغناء عن المطاحن المحلية ستعيقها الإجراءات الاحترازية الحاصلة في عموم البلاد، رغم إدراك وزارة التجارة بتوقف المطاحن ستحصل أزمة اقتصادية تستهدف الشريحة التي تعتمد على مفردات الحصة التموينية كمصدر لغذائها الرئيسي. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.